والدي متوفي ما يقبل يسجلوني بالمدرسة وقتها تعرض والدي توفي ما يقبل يقول لي لازم تروح على جريدتك تجيب نقل وجريدتي ما يقبلون ما أعرف ليش صار لي 4 سنوات هنا بيتنا والله متفجر ما نقدر نرجع منطقتنا الشارع ما نقدر نرجع والله ورين بيتنا والله قبل كان يجي يعني من 12 لل 4 العصر من 7 بالليل لل 11 بالليل حاليا المولدة عاطلة ماكو اي كهرباء وعندي مولدة بنزين اشغلها وتعرف معاناة المخيم وشغل ماكو هذا ومن خلال يعني على جيبنا الخاص ما